الزوجيات مدخل أساسي للتمتع بالحقوق والحريات. تعود جمعية شمس لأسر وأصدقاء الأطفال في وضعية إعاقة حملة تحسيسية حول دور الولوجيات في إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في المجتمع. كتلقاهم في الحركه ديال داخل مدينه الرشيد. إيه بحال الا بغيت نطلع شي طلعه ولا بغيت نطلع للمارشي ولا بغيت نمشي للمحطه الكيران هكا ولا المحطه الطاكسيات تلقى الصعوبات. من اختينيت السدار تحتفل المغرب اليوم الوطني المعاق ماذا اختينيت؟ شي انت ريت شايتو درت جيتي تسيرت ولكن ورتي تسيرت. تسيرت ما شاء الله. المعاناة ديالك اليومية مع الولوجيات في الطوبيسات في الحافلات وحتى في الممرات اللي كاينين هنا في مدينة الرشيد. إيه خاص فعلا كاين هاد القضية، الواحد كيبغي يطلع الطوبيس كلقى صعوبة، كتنزل مثلا ولا كتنزل منه كتلقى صعوبة، الكيران خلاص حادث ولا حرج، كتلقى عالين يعني إما خاص شي واحد يساعدك ولا أنت دير واحد المجهود كبير، هذه إلا لقيت مثلا لا شي واحد تكرم مثلا وساعدك كتلقى صعوبة كبيرة. باش انا كتطلع ومثلا كالاداره، الاداره تعاود كاين شي اداره فيهم الدروج، كاين شي دروج صعابين، لان اخر مره كنت مشيت لواحد الاداره ما الدروج يعني تقريبا على الاقل تما 21 درجه، يعني باش تطلع ديك 20 درجه راه صعيب، خاصك تطلع وترتاح، تطلع وترتاح ولا دير مجهود بلا ما نمشيو بعيد. مثلا واحد انا غير الترطوار مثلا كاين شي بلايص عاليين، بحال مثلا دابا الترطوار نقولوا ماشي مشكل واحد شويه كاين شي بلايص عاليين وكاين، انا المهم بالنسبه لي هذا ماشي مشكل، كاين ماشي دراري اخرين كنعرفهم مثلا هذا مثلا عندهم صعيب، قال لي لقاه صعيب خصو يعني ينزل من هنا ويمشي واحد المسافه عادي يعني خصو يمشي في طريق مزيانه. والاخر خلاص دابا مثلا دابا الدوله ما كتساعدش، دابا مثلا حتى الاخرين بحال مثلا دابا هذا مثلا هذا الولوجيه هدي لهنا، هذا راه ما كاينش شي بلايص، ما انا براسي انا كيوحلوني مثلا كتلقى مثلا ديك البلاصه هذيك، هذيك البلاصه انا براسي مع المرات كتوحن يعني كتلقى ديك الطلعه صعيبه، هي كانت طالع ولكن كانت صعيبه. وخلاص انا مثلا البلديه الاداره هذه البلديات العماله مثلا يسهلوا هذه الامور هذه مزيانه، انه يشوفوا مثلا واحد التسهيلات مزيانه، انه الواحد يخليو ان المعاقين مثلا هكا ولا حتى دوك المسكن اللي ما كيشوفوش
يديروا واحد التسهيلات كيفاش الواحد انه يتمشى في الطريق ما يلقاش واحد الصعوبه. الحمد لله على هذه الساعة اللي عطينا سيدي ربي. أول حاجة هي بغيت شي حاجة يتخرب لعندي بحال إدارة تسخبني مزيان. نعم وهضرنا بالنسبة للحركية ديالك أنت دابا شفناك يعني في الشوارع ديال الرشيدية، واش كتمشي يعني بطريقة عادية ما فيها مشاكل ولا عندك صعوبات كثيرة في الترقلات ديالك وفي المشاكل ديالك؟ الحمد لله كاينة الصعوبات بزاف في الترانسبور في الحركة فيها بزاف. نعم وكيفاش كتدبر الحياة اليومية ديالك أنت؟ كيفاش يعني كتدبر الحياة ديالك؟ وكنعرف بأنه عندك زوجة وعندك أب آخر يعني معاق في البيت ديالك، كيفاش كتدبر الأمور الحياتية ديالك؟ الحمد لله ما تقدرش نمدو يدنا المواطن هو تيمدنا يدو المساعده الانسانيه والمساعده ماديا ومعنويا. اليد المساعده كاينين تيمدوها لك كاينين ما تيمدها لكش. وكاين كاين حنا دايرين ديما تنعطيو الاسبقيه للناس يعر مننا، كاين الاعاقه اكثر مننا تنتعاملوا معها. كنت تهضري لنا اولا على المعاناه ديالك التنقل ديالك داخل المدينه، كنت يعني عندك يعني اعاقه بصريه، كيفاش كتنقلي وشنو كتمناي انت يعني باش تحركي بطريقه سلسه بدون المساعده ديال الاخرين؟ انا الحمد لله يعني واخا عندي اعاقه بصريه تنحاول باش تحديتها وخرجت للمجتمع وبزاف د الحوايج درتهم، واخا يعني تمنيت نكون تكون المدرسه ديال المكفوفين هنا ونقرا ونزيد لقدام، هذه حتى هي ما كانتش وتنتمنى يكونوا الطرقان زوينين والمؤسسه تكون مزيانة باش تطلع في الولوجيات كلهم يكونوا مزيانين. يعني واخا انا تنحاول باش نمشي هكا بوحدي ولا غتجيني صعبة، مولفة دائما تكون عندي الرفقة، حيت صعب باش تمشي في ترونسبور بوحدك خصك بزاف، ولا حيت تمشي في الطريق خصك بحال الدول الأحمر والخضر، يعني خصك واخا يكون ما غاديش نعرف انا واش كان خاص يكون شي صوتيات باش تعرف بان راه الدول الاحمر ولا الخضر ما تتعرفش، يعني صعبه بزاف باش عرفناها بانه انت والوالده ديالك معروفه في المنطقه الرشيديه، عندكم يعني مجموعه موسيقيه كديروا الانشاد خصوصا الانشاد الديني. بغينا يعني مقطع يعني في هذا الموضوع اذا كان امكان للزوار الموقع الالكتروني الجديد انفو، تفضلي. بسطت يدي
فهاد الخيمة مع جمعية الشمس تبارك الله عليهم والله يوفقهم تيطالبوا بحق المعاق تنتمنى لي بالمناسبه للجمعيه وشكرا. يعني الجمعيه تنشكرها بزاف تبارك الله عليها، يعني تتحاول تطلب حق المعاق وتساندو، ويعني ربي هو ربي يشكرها، واخا نشكروها ونقولوا اللي نقولوا بزاف الحوايج ما نوفرولوش كاع، واخا نقولوا اش قلنا راه ربي هو اللي يشكرهم ووفقهم والله يعاونهم وتنهنيهم بزاف.